اي كلام مكتوب جوه المستند هو اسمه فونت، وانا بتعامل مع الفونت لازم اظلله الاول. يعني لو عايز اغير حجم او نوع او لون الخط لازم اظلله. يعني انا واقف على كلمه قبل اهو، لو هي كلمه واحده ينفع ما اظللهاش، يعني لو هي كلمه واحده بس هو ينفع اكبرها اهو. لكن لو انا عايز كل الكلام ده يبقى انا لازم اظلل الكلام. عشان اظلل الكلام عندي اكثر من طريقه، اشهرهم واسهلهم هو استخدام الماوس. لكن من باب ان احنا بنشرح فايه الطرق الاخرى، الطرق الاخرى ان انا ممكن المسؤول عن التظليل هو شيفت، فانا لو شيفت مع الاسهم فانا بظلل حرف حرف بالشكل ده، شيفت كنترول مع الاسهم فانا بظلل كلمه كلمه بالشكل ده. وانا واقف في اي مكان لو دوست شيفت هوم يبقى هظلل من مكان ما انا واقف للبدايه، شيفت اند هظلل من مكان ما انا واقف للنهايه. يبقى اللي بيظلل المسؤول عن التظليل هو شيفت، وبعدين بضيف عليه حاجات تسمح لي ان انا اتحكم في عمليه التظليل. انا واقف في اول النص اهو، دوست انتر عشان اعمل فقره جديده، كتبت بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ده انا عايز اعمل له نوع خط مختلف، نوع الخط هو من القائمة دي. طيب انا في خط معين سامع عنه بس مش موجود عندي، يعني في ناس كتير عمالة تقول لي ان الخط اللي اسمه ادوبي ارابيك مثلا كويس وانا عايز استخدمه مش موجود عندي، ازاي اضيف فونت؟ تعالوا بس نشوف فونت فعلا مش موجود عندي عشان نتأكد انه هيتضاف. يبقى من فونت سبيس او من اي موقع من المواقع اللي بتوفر فري فونتس. انا عاجبني الخط اللي منه الرموز دي، فتعال نعمله داونلود. الخط اسمه فاليستيشن. طيب انا عايز اتاكد ان الخط ده اصلا مش موجود عندي، فانا هدور اهو. مش موجود. طيب انا عشان اعمل اضافه للخط انا بس في اغلب الاحيان لو مجرد ما عملت دبل كليك من ضمن الشاشه اللي طلعت شاشه الانستول، فهو كده هيضيف الخط. هيضيف الخط للوورد؟ لا، ده هيضيف الخط للويندوز. يعني اي برنامج هيشتغل على الجهاز ده بيحتاج خطوط عربي هيقدر يستخدم الخط ده. طيب هو خط عجيب، يعني احنا نزلنا خط، الخط اسمه فاليستيشن ارابيك، عباره ان هو بيحول الحروف الانجليزي لبعض الرموز العربي. يعني تعالى نخلي النص ده، يعني انا هكتب اي بي سي، تعالى نشوف الخط ده هيحولهم لايه لما زي ما انتم شايفين دي محتوى الخط. هو خط غريب شويه، بياخد الحرف الانجليزي يحوله لرمز عربي. عموما هو كان هدفنا ان احنا نعرف ازاي ممكن نضيف خط، وعرفنا ازاي بنضيف الخط.